تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفيه من خلال اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المحليه والعالميه مع الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي من داخل مقر جريده اليوم السابع. صباح الخير عليك يا نورهان، وهاتي ما لديك من اخبار وعناوين ومنشطات، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح جديد مشرق، وان شاء الله باذن الله يعني يكون سعيد علينا وعليكم وعلى ان شاء الله جمهور النادي الاهلي، ونفرح باذن الله يوم الجمعه. واحنا طبعا هنا زي ما عودناكم من مقر جريده اليوم السابع نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. ولكن كمان قبل ما نروح لاخبارنا خلينا نفكر حضراتكم بابرز المباريات اللي هتجرى اليوم الساعه 8 الى 5 دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا الجوله الرابعه. هيفتتح بمباراة رين الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وفي نفس التوقيت أيضا كراسنودار الروسي هيواجه إشبيلية الأسباني. أما بقى الساعة 10 مساء فتخمة من المباريات هتكون بدايتها مع يوفنتوس الإيطالي وفرينك فاروزي المجري، وأيضا يعني دينامو كييف الأوكراني هيواجه برشلونة الأسباني، وبروسيا دورتموند الألماني هيواجه نظيره كلوب بروج البلجيكي، و لاتسيو الإيطالي هيواجه زينيت بيترسبيرغ الروسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي هيواجه نظيره لايبزيج الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي هيواجه بشاك شهير التركي. يمكن بقى معانا في أولى أخبارنا النهاردة في من جريدة اليوم السابع، الأهلي يستبعد محمد محمود من قائمة الموسم الجديد بقرار طبي. خرج لاعب وسط النادي الأهلي محمد محمود من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل، وأيضا خرج من حسابات الجهاز الفني في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما تلقى الجهاز الفني تقرير طبي يؤكد غياب اللاعب أو عدم يعني تأهيله بالشكل الكامل قبل ما يتم وضع القائمة الجديدة، خاصة وأن اللاعب كان أجرى جراحة في الغضروف يعني يمكن تحتاج لستة أشهر من التأهيل، مر منهم شهر ونصف فقط، وبالتالي مش هيلحق اللاعب القيد في الموسم الجديد. ومن موقع سوبر كورة، المقاولون يصل جيبوتي اليوم استعدادا لمواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية. تصل بعثة المقاولون العرب اليوم طبعا بقيادة كابتن عماد النحاس لجيبوتي في رحلة تستغرق 7 ساعات لمواجهة بطل الجيبوتي في ذهاب دور ال 64 بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وده طبعا بعد غياب 15 سنة لذئاب الجبل من المواجهات الإفريقية اللي كان آخرها عام 2005. ويترأس البعثة محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ودي زي ما قلنا أول مغامرة لذئاب الجبل من 15 سنة. ومن موقع الكابتن أمير توفيق في تصريحات خاصة، موسيماني يوافق على ضم بيكهام بسبب طريقته. أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني وافق على ضم أحمد بيكهام المدافع لصفوف النادي الأهلي طبعا زي ما تم الإعلان أمس، بعد ما أقر أو يعني أعلن إقراره على تقرير لجنة الكرة في النادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح. وكمان بيتسو موسيماني كان قال لأمير توفيق أو يعني نقلا عن أمير توفيق قال أنه بيتسو موسيماني أكد أن اللاعب طريق هي هتناسب المدير الفني في الفترة القادمة. أما بقى عن التعاقدات القادمة، قال أمير توفيق أنه لا مجال للحديث عن التعاقدات القادمة في ظل اهتمام وتركيز الفريق بشكل كبير جدا لمباراة يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة اللي جمعنا اللي كلنا بنستناها. من موقع في الجول، طبيب المنتخب يكشف سبب تدريب أنني مصابا بكورونا ورغبة هاني في السفر لتوجو. كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن كواليس إصابة محمد النني في يعني معسكر المنتخب الأخير بفيروس كورونا، وقال أنه يعني تم إجراء مسحة فور وصول بعثة المنتخب لتوجو، ولكن نتيجتها اتأخرت، وده كان طبعا بعد ما هم أجروا تدريباتهم، وبالتالي اللاعب ما كانش يعرف والجهاز الفني ما كانش يعرف، وكان الأمر خارج عن إرادتهم بحسب تصريحات طبيب المنتخب. و
اللي أكد أنه الثلاثي محمد صلاح ويعني أحمد حسن كوكا ومحمد النني هم الثلاثي اللي أكيد أصيبوا في هذه الفترة، ولكن اللي أصيبوا تباعا محمد شريف والونش وعلي جبر قال أن الأعراض ما ظهرتش عليهم في خلال هذه الفترة، وقال كمان أنه الأعراض بتظهر من 3 إلى 5 أيام، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن اللاعبين تمت إصابتهم في المعسكر. أما بقى عن محمد هاني، قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب أنه اللاعب كان اشتكى من يعني شكوى عضلية بسيطة في مباراة توجو الأخيرة، مباراة توجو الأولى، وقبل السفر كان اللاعب كان يرغب في السفر مع المنتخب، ولكن كابتن حسام البدري فضل أنه هو ما يجازفش وأن اللاعب يفضل موجود في القاهرة. تقرير طويل شوية مع سكاي نيوز عن الصراع الشرس بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر تحت عنوان 180 دقيقة تحسم سباق الأرقام الشرس بين منتخبي مصر والجزائر. سلط موقع سكاي نيوز الضوء على الصراع الشرس بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر، واللي كان طبعا يعني يمكن أبرزها كما ذكر التقرير يعني صعود منتخب الجزائر على حساب منتخب مصر في الواقعة الشهيرة بأم درمان في المباراة الفاصلة اللي أقيمت 18 نوفمبر 2009، وطبعا صعد منتخب الجزائر بهدف عنتر بن يحيى اللي احنا طبعا عمرنا ما هننساه، وكانت ذكرى يمكن أليمة لجمهور الكرة المصرية بعد ما يعني كنا بنستعد للصعود لمونديال جنوب أفريقيا. تقرير سكاي نيوز كمان سلط الضوء على الصراع بين يعني الصراع الفردي ما بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخبنا الوطني، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ولاعب فريق مانشستر سيتي، وقال انه كمان الصراع اتنقل بشكل فردي للقب فخر العرب. وطبعا زي ما احنا عارفين يمكن كمان الصراع موجود يمكن بشكل كبير جدا على صفحات السوشيال ميديا في الفتره الاخيره بعد نجاح الثنائي في الدوري الانجليزي. كمان خلينا نروح للأرقام القياسية اللي سلط عليها الضوء تقرير سكاي نيوز، وقال أنه منتخب الجزائر يسعى لتحطيم رقم منتخب مصر القياسي ب 24 فوز متتالي، وطبعا 180 دقيقة فاصلة فقط لمنتخب محاربي الصحراء لكسر هذا الرقم. يمكن آخر هزيمة نالها منتخب الجزائر كانت أمام بنين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، واللي حصل منتخب الجزائر على لقبها في النهاية من أرض مصر. وكمان التقرير ذكر أنه كان يمكن الرقم القياسي لمنتخب مصر تم كسره على إيد منتخب الكاميرون في نهائي أمم أفريقيا في الجابون عام 2017، بعد ما خسر منتخب مصر بهدفين مقابل هدف وحيد وخسر اللقب على إثر هذه المباراة. كمان كان في تصريحات لجمال بن ماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، وقال فيها انه يعلم ان لاعبي المنتخب لديهم رغبه كبيره في كسر الرقم القياسي للمنتخب المصري، وقال يعني نصا قد تبدو هذه الامور صغيره لكنني ارى ان لها اهميه كبيره. ومن موقع بطولات، الهلال يفوز على النصر ويتصدر ترتيب الدوري السعودي. فاز مساء أمس فريق الهلال السعودي على نظيره النصر بهدفين دون رد، وتصدر جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بعد ما خاض 5 مباريات حقق الفوز فيها في 4 مباريات، ويعني تعادل في مباراة واحدة فقط. وكمان كان سجل فريق النصر 8 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد. ومن موقع كورة، نقلا عن وكالة أنباء رويترز، المجلس الدولي لكرة القدم لمسة اليد قرار خاص يحدده الحكم. يمكن كانت في الفترة الأخيرة في لغط كبير جدا حوالين أزمة يعني احتساب بعض الحكام لضربات الجزاء للمسة يد لاعب ما أو مدافع ما لفريق، وده الأمر اللي كان يمكن أحدث لغط كبير في الفترة الأخيرة. وقال المجلس الدولي لكرة القدم أنه القرار راجع للحكم. دي كانت آخر أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي، كالعاده اخبارك دايما وافيه، وبنكمل مع حضراتكم سلسله اخبارنا المنوعه.